السلام عليكم، مرحبا بكم لتشجيع على تقديم كل جديد حول أخبار الساعة وقضايا المجتمع الجزائري والعربي. أكون شاكرة لو اشتركتوا بالقناة وفعلتوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوني بإعجاب. تعاري المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في رمضان، ولعل أبرز ما يلفت الانتباه الفواكه الجافة. هنا العام اللي فات كانت تدير 150، قدرت على البلاد 130، هذا العام يدير 82 75. بارابول العام اللي فات هنا قصها بزاف. الزبيب ثاني كان في 90000، دوكا يدير 78، يدير حتى ل 65000، تما ناقص بارابول العام اللي فات. كيما المشمش كان يدير 150، دوكا يدير حتى 130000. بين 500 و600 دينار جزائري انخفاض في سعرها مقارنة بالسنة الماضية. سلع متوفرة من مواد الغذائية بمختلف أنواعها هو ما وقفنا عليه بمحلات الجملة، وبأسعار أقل ما كانت عليه حسب ما أكده التجار. هذا اسمه مايس. السلعة راك تشوف تا كي دخلت كشمس حقيت حاجة ما لقيتهاش، كون نقولوا جيت تشري كاينة حاجة ما لقيتهاش، كاين كلش طوماطيش وش يسحق المواطن كاع كاين، تسمى وش يسحق كاع كاين، تسمى وش كاين شتو وش يسحق المواطن كاع عندنا، والحمد لله كاينة السلعة تجارة العرض أكثر من الطالب، كاين كلش الروز الطوماطيش المرقار الله يبارك على كل حال، المايس ميم لي زيبيسو كاين كلش، القهوة الحليب قهوة كاع لي موديل كاين. لي بريم لا الحمد لله خير من العام اللي فات، ها هو لي بريم لا، ها هو لي بريم لا باس، كلش لا باس.